صراع بين الحرب والسلام، ميدانه هذه المرة ميناء الحديدة، حيث تدور حوله معارك دبلوماسية وعسكرية. يسعى التحالف إلى إقناع المجتمع الدولي بأهمية حسم تحرير الحديدة، بينما تقود الأمم المتحدة جهوداً كبيرة تهدف لإقناع التحالف بتجميد دخول الحديدة عسكرياً، بحجة أن ذلك سيتسبب في حدوث كارثة إنسانية. صحيفة ذا غارديان البريطانية كشفت عن مساع أممية يقودها المبعوث الأممي مارتن غريف لبناء اتفاق يسمح باستمرار نشاط ميناء الحديدة بهدف وصول المساعدات الإنسانية. وفق مصادر خليجية للصحيفة البريطانية، فإن الاتفاق يرمي إلى تسليم ميناء الحديدة إلى إدارة دولية كحل وسيط، لكن لا مؤشرات حتى اللحظة على موافقة الحوثيين على مقترح المبعوث الأممي الذي زار صنعاء الأيام الماضية. التحركات الدبلوماسية الدولية تشير إلى أن الاستيلاء على مدينة الحديدة وميناءها يحتاج إلى ضوء أخضر من واشنطن، وبحسب صحيفة وول ستريت الأمريكية فإن التحالف ينتظر الدعم الأمريكي. وأكدت الصحيفة أن الإمارات تقدمت بطلب مساعدة مباشرة من واشنطن للمساهمة في استعادة ميناء الحديدة. حالياً يكتفي التحالف بمواصلة تضييق الخناق على مدينة الحديدة من خلال دعم تحرير المناطق الريفية المحيطة بها ومراقبة السفن المتجهة إلى ميناء الحديدة. وقد أوضحت مصادر ملاحية لوكالة سبوتينيك الروسية عن قيام سفينة حرب تابعة للتحالف باعتراض قارب أممي قبالة سواحل الحديدة، في الوقت الذي شنت فيه مقاتلات التحالف العربي غارات على مواقع لميليشيا الحوثي في مديرية الدريهم وبيت الفقيه جنوب مدينة الحديدة.